الشيخين الكبيرين. فارس بويز جمعة بتابع مجريات المحكمة الدولية طبعاً. كمحامي ومحامي متمرس وبتعرف حقوق عدة بلدان، لأنك بتمارس المحاماة كمان بفرنسا مش بس بلبنان، قديش عنده حظوظ اليوم شوفي الادعاء؟ لحديثاً لا بالحقيقة 100% وبزين كلامي يعني لحديثاً لا، يعني الجهة المدعية ما أضافت شيء للي طرحه المدعي العام من داتا نقلا عن المرحوم الوسام عيد. يعني وبالرغم من هالشيء عنده الحظوظ 100%؟ بالرغم من هالشيء عنده حظوظ، لأنه في شوفي لي بالمحاكم الجزائية بالجنى كل أنواع الإثباتات مقبولة خلافا للمدني يلي فقط أون بو بروفي كو بار إكري، يعني بالإثباتات الخطية المكتوبة الخطية. هون في بهالقضايا هيدي اي اثبات اي طريقه من طرق الاثبات مقبوله. هاي واحد. اثنين، هون ما بتحكم المحكمه نتيجه ملفات ونتيجه اثباتات خطيه وغير خطيه، بتحكم نتيجه قناعتها الذاتيه اللي بسموها بالفرنسي لانتيم كونفيكسيون دو جوج. ثالث شغله، ومن هون وجود الجيري او من هون يعني من هون احيانا وجود الجيري. فمن هون بتيجي الادعاء المدعي العام اخذا الداتا والتحليل تبع الداتا اللي هو داتا شيء وتحليل الداتا له اهميته الخاصه. أوكي. طبعا وسام عيد جمع الداتا وحللها طبعا او حللها ليجمعها. داتا موجوده اذا يمكن انت قريتيها، اذا ما عندك خبره بهذا الموضوع ما فيك تفهمي شيء منها. اذا اعطيتك انا مليون 5 ملايين 10 ملايين مخابره سمعتي فيي وقلت لك بدك تشيلي منهم 20 شوفي لي شوفي يعني لي شو صار هون بتقلي يعني قد ايه نابغه هالوسام عيد ليقدر يستنبط. وسام عيد عمل نوع من تقاطع حولهم الى شبكات الخضراء والزرقاء والارجوانية. لقى انه اعضاء الشبكة الخضراء كانوا يحكوا مع بعضهم بالتاريخ الفلاني الذي يتناسب مع الظرف او الحادث الفلاني، لقى انه هوديك الى خليل لا وصل لنتائج منطقية. اذا لا بالسي اي اي مراقبة الهاتف بتعني شيء إذا ما عندك محلل عبقري بيعرف شو عم ينحكى، وإلا في كتب في السي اي اي وتعملي انتوكس على الخط، يعني تخبر خبرية عكسية. فبدك محلل ذكي، مش هيك المحلل شغله اللي قدر يجمع هو يجمع ويستخرج منهم منطق معين. يعني اليوم على كل حال كل ما تقدم للمحكمة حتى هذه الساعة ها هو نتيجة عمل وسام عيد، وأنا بعتقد أنه المحامين الدفاع مع تقديري محامين الادعاء مع تقديري الكامل لهم يعني ما حكوا أكثر من شعر أو يعني فينا نقول أنه الجلسة الأولى للمحكمة كانت يعني كافية لهلا. يعني أنا بعتقد أنا بقول أنه الداتا والتحليل اللي أعطاه وسام عيد للمدعي العام لحد هلا يشكل نقطة التقل الأساسية في عملية الادعاء، وما في غيرها كل حال. يعني على كل حال هالشاب وسام عيد اللي كان بمقتبل الشباب بعتقد دفع ثمن عبقريته. طبعا دفع ثمنه غالي مثل كثير من اللبنانيين اللي دفعوا ثمن عبقريتهم سواء بلبنان او بالخارج من المكتشفين والمخترعين. بعتقد بيستحقوا نعمل لهم قماش الليله من حديث البلد.